مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي للأعوام 2022 وحتى 2026 بقيمة مليار دولار، يوقع عليها كل من وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية الكوري، فليتفضلا. 2022-2026년 EDCF 차관에 관한 양해각서에 한국수출입은행장과 이집트 국제협력부 장관께서 서명하시겠습니다.